السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من درسنا الرابع، وده الجزء الخاص بالبرونانسيشن. طبعا هنا حبايبي هتعرف على بعض الأصوات اللي اسمها ديفثونجز. ديفثونجز حبايبي يعني صوتين متحركين بيكونوا لي صوت واحد، تاني two vowels that make only one sound يعني بيعملوا لي صوت واحد فقط لا غير. تعالوا يلا نتعرف على الأصوات دي، بس قبل ما نبتدي لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا حبايبي اول صوت معانا هو صوت او او او. قال الصوت ده حبايبي بلاقيه في الشكلين دول من الحروف the OW and the OU، يعني ال OW وال OU هلاقيهم بينطقوا الصوت ده او او. عشان كده الكلمة الاولى دي اسمها down down down، mouse mouse mouse، town town. وانا ما ينفعش اقول تاون ولا ينفع اقول ماوس، لا بيبقى النطق بالمنظر ده حبايبي مفيش بعد اليو هنا حرف تاني، فعشان كده بقول داون ماوس تاون براون براون لاود لاود لاود. تاني صوت معانا حبايبي وهو اللونج اي اي اي، وده بيكون من صوت الاه او الايه، الاتنين مع بعض بيدوني صوت واحد هو اي اي. وده طبعا شكل ما قلنا قبل كده بنلاقيه في اشكال كتيرة من الحروف، شكل واي واي، الواي لما تيجي في نهاية الكلام، تراي تراي، لايت لايت لايت. طبعا الاي لما يجي وراها جي اتش فجي اتش هنا بتبقى سايلنت ودي بتبقى لونج اي، لايت لايت، باي باي، اي اي. تالت صوت معانا حبايبي هو صوت الاي اي، طبعا هنا صوتين اتنين هما صوت الأ والاي، الاتنين دول بيكونوا له صوت واحد وهو اسمه اي اي. وهلاقي الصوت ده في الكلمات دي بوي بوي بوي، نويز نويز نويز، انجوي انجوي، بوينت بوينت، توي توي. يبقى تاني حبايبي الصوت ده هلاقيه في شكلين اتنين من الحروف، من الاو والواي والاو والاي. مديني في الجزء التاني حبايبي اللاحقة اللي اسمها اي اس تي. طبعا كلمة suffix حبايبي يعني لاحقة، يعني ايه لاحقة؟ يعني مجموعة من الحروف بتضاف لاخر الكلمة وتدينا مشتق من مشتقاتها. يعني مثلا الكلمة الاولى كلمة dentist 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 يعني طبيب اسنان، biologist 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 يعني عالم احياء، journalist 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 يعني صحفي، pianist 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 يعني عازف بيانو، scientist 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 يعني عالم، receptionist 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 يعني موظف استقبال. يبقى لاحظ حبايبي ان اللاحقة دي اللي هي IST ديتنا دايما اسم الوظيفة، فdentist طبيب اسنان وظيفة، biologist وظيفة، journalist وظيفة، pianist وظيفة، scientist وظيفة، and receptionist يعني موظف استقبال فدي وظيفة. عشان كده حبيبي بيقول لي the suffix IST means someone who does something، يعني معناها ان في شخص يفعل شيء. We often use it in words for jobs، ودايما بجيبها للتعبير عن وظيفة. He's a biologist يعني انه عالم احياء، she is a receptionist يعني هي موظفة استقبال. فطبعا الـ IST شكل ما قلنا لاحقة، يعني لو بصينا الكلمة كان اصلها بيانو، فلما حطيت IST بقى بيانست، ساينس العلم بقت ساينتست يعني عالم. تعال نشوف اول كويز معنا، بقول استمع وبعدين سيركل. المفروض ان انا بسمع
والكلمة اللي أنا بسمعها في كل واحدة من الاتنين بحط عليها دايرة. اي يا ترى فين اي؟ هتقول لي دي. توي يا ترى فين توي؟ هتقول لي دي. ماوس ماوس اللي فوق. بوينت بوينت اللي فوق. يبقى اي توي ماوس اند بوينت. تعالوا يلا حبايبي نجيب اسم الوظيفة من كل كلمة من دول. بولي شي از ا. طبعا هنا هحط اللاحقة بتاعتي عشان يدينا الوظيفة. يبقى شي از ا بيانست. بيانست حبايبي بمعنى عازف بيانو. هي از ا جورنال. هتبقى جورنالست. جورنالست حبايبي بمعنى صحفي. My father is a science أو a scientist. scientist حبايبي بمعنى عالم. The reception works in a hotel. أكيد receptionist. receptionist حبايبي بمعنى موظف استقبال. Number five, my sister is a biology. biology اللي هو علم الأحياء. يبقى biologist. biologist حبايبي بمعنى عالم أحياء. تعال حبيبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على الدرس ده في 259. بقول listen and write the missing sound. اول كلمة طبعا كلمة light. قلنا light حبيبي بمعنى كشاف او ضوء. L-I-G-H-T biologist. رفع عليك يبقى ناقصة L-I-S-T toy. رفع عليك وناقصة L-O-Y town. ممتاز. L-O-W mouse. رفع عليك وناقصة L-O will. Well, listen, استمع and circle the words with oi and i sounds. يعني الكلمات اللي فيها oi الديفثونج ده وال i. down هتقول لي لا يا مستر. light ايوه اللي فيها i. enjoy برافو عليكم فيها oi. number two point جميل فيها oi. toy برافو عليكم فيها oi. town لا ما فيهاش اي صوت من الاثنين. loud لا مستر ما فيهاش. noise فيها oi. noise. brown هتقول لا مستر ما فيهاش. enjoy فيها oi sound. loud ما فيهاش. طب boy هتقول فيها oi sound. تعال حبايبي يلا بيقول لي انظر واكمل الجمل دي. بيقول لي she is a. طبعا قلنا دي موظفة استقبال تبقى receptionist. receptionist يعني موظفة استقبال. she is a أكيد طبعا pianist. pianist يعني عازفة بيانو. she is a أكيد journalist. وأن journalist حبيبي بمعنى صحفية. journalist. تعالوا نشوف حبيبي يلا آخر سؤال معنا هو number 4. بقولي she is a. طبعا هنا أكيد عايز الوظيفة. فين الوظيفة حبيبي؟ journalist. journalist يعني صحفية. number two بولي she played the piano very well. she is a يعني بتلعب البيانو كويس جدا. يبقى اكيد هي pianist. pianist يعني عازف البيانو. number three بولي the word had the sound او او. اكيد كلمة brown. brown يعني بني. number four بولي we add the suffix يعني بنحط اللاحقة e to the word reception to mean the job عشان تدينا الوظيفة. هتقول لي IST عشان تبقى receptionist. receptionist يعني موظف استقبال. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد واستنانا ان شاء الله في اخر جزء من الدرس الرابع وده الخاص بالماث. جود باي. السلام عليكم.